السلام عليكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه التغطية المباشرة التي نخصصها للتطورات العراقية المتلاحقة وما تحمله من جديد على المستويين الأمني والسياسي. الجيش العراقي أيضا يواصل عملياته العسكرية ضد مسلحي داعش على أكثر من جبهة وسط استمرار تأزم المشهد السياسي بشأن تأليف الحكومة، معارك عنيفة تخوضها القوات العراقية عند تخوم مدينة تكريت أحد أبرز معاقل المسلحين، فيما كان لافتا تسلم بغداد طائرات سوخوي الروسية الصنع وزجها في المعارك الدائرة مع داعش. لكن في البداية نتوقف مع موجز لأهم الأنباء، نعود بعدها إلى متابعة هذه التغطية. شكرا لك دينا، أهلا بكم. يواصل الجيش العراقي هجومه على تكريت وتمكن من التقدم في بعض نواحي المدينة من دون دخولها بعد. وقد عرضت وسائل إعلام عراقية مشاهد لمعارك الجيش العراقي مع مسلحي داعش في تكريت. مراسل الميادين أفاد بأن الجيش العراقي يحاصر مدينة بروانة في الأنبار. وفي ديالى نشبت اشتباكات عنيفة بين قوات البشمركة ومسلحي داعش في ناحية جلولاء، فيما أصيب عدد من عناصر البشمركة في سقوط قذائف هاون جنوب كركوك. حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من خطورة استمرار الأزمة الحالية في العراق على المنطقة كلها، ودعا الملك الأردني إلى عملية سياسية تشارك فيها جميع مكونات الشعب العراقي دون استثناء، مؤكدا حرص بلاده على سلامة العراق ووحدة أراضيه وشعبه. إلى سوريا، حيث قتل شخص وأصيب آخرون بجروح في إطلاق مسلحي داعش النار على تظاهرة تطالب بخروجهم من بلدة مسرابة في الغوطة الشرقية بريف دمشق. في المقابل، أعلن جيش الإسلام بدء معركة تطهير غوطة دمشق من داعش، مشيرا إلى أنهم طردوا من مقارهم في مسرابة وميدعة. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أكد وقوع اشتباكات عنيفة بين تنظيم داعش والجبهة الإسلامية في ريف دمشق. إلى ذلك، قتل تنظيم داعش 8 من مسلحي النصرة بتهمة الانضواء في كتائب مقاتلة تخوض معارك ضده، ثم صلبهم في الساحات العامة بريف حلب شمال سوريا. المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن داعش قرر إبقائهم مصلوبين هكذا 3 أيام. وأشار المرصد إلى أن التنظيم صلب كذلك رجلا حيا في إحدى الساحات العامة في مدينة الباب في ريف حلب، وأبقاه مصلوبا 8 ساعات بتهمة إدلائه بشهادة زور. التقى الرئيس السوري بشار الأسد سيرجي ريابكوف نائب وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية، وأكد ريابكوف أن الانتخابات التي جرت في سوريا أظهرت تمسك الشعب بسيادته ورفضه التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية. من جهته، أعرب الأسد عن تقدير دمشق لمواقف موسكو المساندة للشعب السوري. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل مستعدة لتوسيع نشاطها ضد حركة حماس عندما تقتضي الحاجة على حد قوله، ورأى أن هناك طريقة واحدة فقط أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتعزيز السلام، وهي حل اتفاقه مع حماس. خلال نهاية الأسبوع هجمت قوات الدفاع الإسرائيلية عددا كبيرا من الأهداف ردا على إطلاق نار من غزة إلى إسرائيل. نحن على استعداد لتوسيع نطاق أنشطتنا إذا لزم الأمر وفق الضرورة. أود أن أذكر الجميع أنه منذ تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية مع حركة حماس الإرهابية قبلت السلطة الفلسطينية عمليا مسؤولية منع إطلاق نار إلى أراضينا من قطاع غزة. أعلن المحامي جواد بولس أن محكمة الاحتلال في عوفر مددت سجن الأسير سامر العساوي حتى الأول من تموز يوليو المقبل من دون تهمة. وكانت سلطات الاحتلال قد أعادت اعتقال العساوي منذ نحو أسبوع بعدما أفرجت عنه قبل أشهر، وبعد دخوله في إضراب عن الطعام وصف بأنه الأطول في التاريخ. ختاما، عودة لمتابعة التغطية مع دينا. شكرا للزميلة وفاء سرايا. إذا لمعرفة آخر التطورات ونبدأ بها، نبدأ بآخر التطورات لا سيما في محيط أربيل ومن أطراف الموصل. ينضم إلينا مراسلنا من هناك حازم كلاس. حازم، لو أطلعتنا على آخر المستجدات لديك الآن، ما هي؟ تفضل. نعم دينا، يعني أبدأ من الموصل. ربما ليس هناك الكثير من التطورات الميدانية داخل الموصل، ولكن الأنباء التي وردتنا تفيد بأن تنظيم داعش بات يتخذ ربما من المواطنين الذين اضطروا للبقاء هناك دروعا بشرية،
ربما يأتي ذلك بعد استهداف الطيران العراقي بضربات جوية لمقرات هذا التنظيم داخل الموصل، وأيضا مع وصول طائرات سوخوي إلى الجيش العراقي ودخول ربما يعني حيز العمل وتخوف تنظيم داعش من ضربات قد تكون مؤلمة، هذا على صعيد داخل الموصل. إضافة طبعا علمنا أن تنظيم داعش يقطع المياه عن بعض المناطق في أطراف الموصل، وهذا طبعا يعني أمر غاية في الصعوبة ويشكل صعوبة كبيرة بالنسبة للأماكن التي قطعت المياه عنها، مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير هنا تصل إلى ما يقارب 50 درجة مئوية درجات الحرارة طبعا، ودخول شهر رمضان المبارك أيضا. ولكن أريد أن أنتقل إلى كركوك التي تشهد التطورات الأهم اليوم ربما. يعني في كركوك هناك قذائف هاون استهدفت منطقة تازة جنوب كركوك، وأيضا هناك اشتباكات تدور في منطقة البشير، وهذه الاشتباكات تشارك فيها قوات البشمرقة وأيضا متطوعون من التركمان من أجل الدفاع عن هذه المناطق وعن مناطقهم، وأدى ذلك إلى سقوط قتلى من المتطوعين ومن قوات البشمرقة وأيضا من مسلحي داعش. ولكن بشكل عام تقدم الجيش العراقي باتجاه الشمال، وخاصة يعني مع تطهير منطقة العظيم ربما وسيطرة قوات البشمرقة على منطقة توس خرماتو، يجعل مسلحي داعش يعني من الناحية العسكرية يقعون بين فكي كماشة إن صح التعبير. يعني من الجنوب سيكون هناك الجيش العراقي ومن الشمال قوات البشمرقة، ربما ذلك سيؤدي بهم إلى الانسحاب باتجاه محافظة نينوى والعودة أدراجهم إلى ذلك باتجاه الغرب. هذا يعني أن يعني استهدافهم سيكون أسهل ربما على القوى الجوية العراقية. بالتحرك أيضا يعني شرقا باتجاه محافظة ديالى دينا، محافظة ديالى أيضا شهدت اليوم اشتباكات في منطقة جلولاء والسعدية ومنصورية الجبل. كل هذه الاشتباكات أيضا أدت إلى وقوع قتلى وجرحى بين صفوف القوات البشمرقة وبعضهم أيضا من المدنيين نتيجة استخدام تنظيم داعش لقذائف الهاون. يعني هو يتبع هذا التكتيك ربما يعني زرع الرعب ربما والخوف بين القاطنين، كون قذائف الهاون تسقط في أي مكان وتستهدف يعني مناطق كثيرة ليست دقيقة باستهداف العسكري. إضافة إلى يعني إعلان قيادة عمليات دجلة هناك أن تسيطر وتراقب تحركات داعش بشكل دقيق بالتعاون مع العشائر. طبعا أود أن أشير أيضا إلى أن قيادة شرطة ديالى أعلنت عن وصول تعزيزات كبيرة من بغداد من أجل يعني تطهير الطريق باتجاه كركوك. هذا أيضا يشكل ضغط إضافي، إضافة إلى الكماشة التي تحدثنا عنها، فكي الكماشة بين العظيم وطوس خرماتو، هذا يشكل ضغط إضافي من الشرق باتجاه الغرب على مسلحي داعش. وأيضا أريد أن أشير إلى أن يعني الحدود الإيرانية باعتبار محافظة ديالى هي محافظة محاذية للحدود الإيرانية، مدير عام الحدود الإيرانية اليوم مجيد آغا باباي يعني حسب ما نقلت وسائل الإعلام الإيرانية أكد أن يعني الأمور هناك مضبوطة بشكل كبير، وحذر من أي اقتراب للاشتباكات من الحدود الإيرانية لأن الرد سيكون موجعا كما قال. نعم حازم ابقى معنا، سننتقل إلى بغداد لمعرفة آخر التطورات الميدانية هناك، لا سيما على صعيد تكريت. عبد الله بدران، لو أطلعتنا على آخر التطورات هناك. نعم دينا، العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة العراقية ربما منذ يوم أمس والتحرك نحو مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين ربما ستشهد تدخل يعني طيران الجيش هذه المرة بطائرات السوخوي، وفعليا يبدو أن القوات المسلحة فعليا هذه المرة مصممة على لا تراجع بعدما حصل من تأخر في تقدمها بحكم التحذيرات من تلغيم الطرق وكذلك الاشتباكات التي كانت على أشدها المحافظة الجنوبية كريت، بالتالي ربما لم يكن الآن في اقتحام ودخول المدينة برغم الإسناد الذي كان موجود من داخل جامعة صلاح الدين.
على هذا الأساس ربما بنت القيادة العامة للقوات المسلحة الموقف بإدخال طائرات السوخوي وهذه القاصفات للمشاركة في عمليات تأمين تقدم قوات الدرع العراقي وعلى رأسها ربما قوات النخبة وجهاز مكافحة الإرهاب، ويأتي ذلك بعد دخول قوات الجيش العراقي. الطريقة التي يعتمدها الجيش حتى الآن في تكريت مركز محافظة صلاح الدين أن يترك العشائر والمتطوعين في المناطق التي يطهرها، وبالتالي يكون الاقتحام والتقدم بناء على ما موجود من عناصر استخبارات وما تعطيه من معلومات للقوات وطلائع القوات المتقدمة وكذلك على قوات الجيش دون أي اعتماد على المتطوعين أو حتى على الصحوات في تنفيذ عمليات اشتباك أو تطهير. بالعكس ربما تسلم هذه المناطق للصحوات والمتطوعين بعد أن يقوم الجيش بكامل عمله. تكريت الآن ربما التوصيف العسكري الصحيح والأدق إليها بحسب المصادر المحلية من المحافظة هي مطوقة من ثلاثة جهات، هي ذات الجهات التي انطلقت منها محاور الهجوم البري يوم أمس من صحراء الجزيرة ومن الدور وكذلك من بيجي وسامراء. الاعتماد كان والارتكاز ربما في يعني في أكثره على القاعدة العسكرية والتجمهر العسكري لقوات الدرع العراقي المتواجد في سامراء، وكذلك على الدعم الذي كان موجودا في منطقة بكيشيفة. الجيش يحاول أن يحافظ بذات الوقت بعد تقدمه يعني دينا على القطاعات على الإمداد، على عدم يعني على حماية خطوط الإمداد وعدم وصول مسلحي داعش أو حتى الخلايا النائمة لتنظيم داعش لخطوط إمداده لكي يحافظ على المنطقة التي يحررها فعليا ويستطيع يمسك فيها الأرض. وبالتالي كلما تقدم نحو تكريت وإن طال الوقت حسب التوصيف العسكري ربما، لكن في النتيجة عمليات التحرير البرية على الأرض صحيحة. بعد تكريت يحاول الجيش وبعد أن يبسط السيطرة هناك يحاول أن يثبت. يبدو أن الاتصال انقطع مع مراسلنا عبد الله بدران، سنعود إليه بكل الأحوال. لكن لليوم الثاني وبحسب ما كان يتحدث مراسلنا عبد الله بدران، اليوم الثاني على التوالي يواصل الجيش العراقي هجومه على مدينة تكريت وهي مركز محافظة صلاح الدين. عمليات الجيش العراقي أيضا ضد مسلحي داعش استمرت أيضا في مناطق مختلفة من محافظات الأنبار وبابل، فيما شهدت المناطق الجنوبية من كركوك اشتباكات بين داعش وقوات البشمركة. الاشتباكات بين الجيش العراقي ومسلحي داعش حول مدينة تكريت هي التطور الميداني الأسخن في العراق. المعارك محتدمة بعد عملية الجيش التي أطلقت من محاور الدور ومكيشفة وصحراء الجزيرة. القوات العراقية البرية تواكب بالطائرات الحربية والمروحيات. العمليات مستمرة وتهدف إلى السيطرة على مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين وإلى تأمين طريق سامراء تكريت أمام حركة المدنيين. وفي الأحداث المدنية أن مسلحي داعش هاجموا قطعات للجيش العراقي في منطقة صحراء الجزيرة بهدف قطع أحد طرق إمداد القوات المهاجمة. في الإسحاقي التي أعلنها الجيش منطقة مطهرة قبل نحو 10 أيام، هاجم مسلحون منزل مدير استخبارات سامراء وفجروه وخطفوا 3 من حرس العقيد عبد الحميد السامرائي. أما في الأنبار فيطوق الجيش العراقي مدينة بروانة جنوب قضاء حديثة تمهيدا لدخولها في ظل اشتباكات عنيفة على أطرافها مع المجموعات المسلحة. أما في الفلوجة فدارت اشتباكات عند جسر الصقلوية شمال المدينة ما أدى إلى إصابات في صفوف الطرفين. وفي ديالى دارت اشتباكات بين البشمركة الكردية وداعش في ناحية جلولاء التابعة لقضاء خانقين. وفي سياق الأحداث العسكرية أفادت وزارة الدفاع العراقية عن وصول الدفعة الأولى من طائرات سوخوي الروسية لوضعها في العمل مباشرة، ومن المتوقع أن تصل الدفعة الثانية قريبا ليكون المجموع 12 طائرة. حسين نور الدين، بغداد، الميادين. إذن وينضم إلينا في الاستوديو محلل الشؤون العسكرية في الميادين السيادة العميد الياس فرحات. سيادة العميد أهلا بك. يعني بداية طائرات روسية سوخوي روسية الصنع وصلت إلى بغداد، مدى تأثير هذه الطائرات في سير العمليات عمليات الجيش العراقي طبعا ضد داعش؟ قبل أن نتحدث عن طائرات السوخوي التي أعلن عن وصولها إلى بغداد، لابد لي أن أذكر كلاما قاله الجنرال مايكل ودنارك وهو
رئيس مكتب التعاون العسكري في السفارة الأمريكية ببغداد، وهو المسؤول عن تدريب والتسليح للقوات العراقية، المكتب مسؤول عن التدريب والتسليح. قال بودنارك أن هناك اتفاقا بين الولايات المتحدة والعراق على مكافحة الإرهاب، وشدد على أن هذا الاتفاق دائم وأن هناك تعاون كبير مع وزارة الدفاع العراقية ومع وحدات مكافحة الإرهاب. لكنه أعلن أنه الولايات المتحدة قدمت 14 مليون طلقة، ويقصد بذلك طلقات الأسلحة الرشاشة والأسلحة الخفيفة. عندما انتقل الحديث عن صواريخ هيل فاير التي تطلق من طائرات سيسنا كارافان، والتي شاهدنا كيف أطلقت بمناطق معينة من كركوك من تكريت، قال أن هناك 99 صاروخا في طريقهم إلى العراق، وأن هناك 1000 طلقة دبابة، 1000 قذيفة دبابة قادمة أيضا. عندما سئل دوغنارك عن الطائرات الأباتشي، هليكوبتر الأباتشي، قال أن هناك عقد ب 24 طائرة أباتشي تم تسليم وإحداها في قاعدة ماكدونالد دوغلاس في تكساس للقوات العراقية، لكن لم يتم نقلها إلى العراق بسبب الأوضاع الراهنة في العراق. وقال أنه هناك مفاوضات بين الحكومة الأمريكية والعراقية، والحكومة الأمريكية اقترحت أن يتم تأجير قسم من طائرات الأباتشي إلى العراق ريثما تنتهي من صنع الطائرات التي تم يعني التوصية عليها. وقال دوبنارك يعني كلاما غريبا، قال أن هذه الطائرات يتطلب تدريب عليها، تدريب الطيارين، مدة 6 أشهر. يعني مجمل كلامه أن طائرات الأباتشي الهليكوبتر لن تدخل المعركة في القريب العاجل. ثم إلى نقطة طائرات الأف 16 أيضا هناك من مقرر أن تستلم الحكومة العراقية طائرتان، لديها طائرة واحدة، طائرتان في أيلول، في أيلول سبتمبر المقبل. وهذا يعني لا يعني أن هذا الطائرات إذا وصلت هي تكون عملانية ويمكنها القيام بمهمات. قال هناك تعقيدات كثيرة في عملية الاستلام والتسليم، وهذا يدل على أن الولايات المتحدة ليست جدية في دعم العراق مثلما كانت جدية مثلا سنة 73 في دعم إسرائيل. بخصوص طائرات سخوي، وهذا الذي دفع الحكومة العراقية إلى طلب طائرات سخوي، والتي قيل أن الدفعة الأولى منها هي 10 طائرات، وقيل أن وصل قسم منها إلى العراق اليوم. لكن هذه الطائرات هناك مجموعة أسئلة حول هذه الطائرات. ما هي المطارات التي ستنطلق منها؟ وهل المطارات مجهزة بأجهزة إنذار وأجهزة مراقبة جوية وأجهزة توجيه؟ هذا سؤال يطرح، خصوصا أن هناك عقد بين الحكومة الأمريكية والحكومة العراقية على تجهيز قاعدة بلد الجوية. سؤال آخر، من سيطير بهذه الطائرات؟ يعني هذه الطائرات إذا أردنا أي طيار بحاجة إلى 6 أشهر تدريب على هذه الطائرات. إذا كيف قال الرئيس مالكي وعضو ستدخل مباشرة في العمل الميداني. لكن سيادة العميد، اليوم وصول هذه الطائرات إلى العراق يتزامن مع أحداث أو الحدث الأسخن ربما في العراق، وهو التحرك على صعيد تكريت. لو نستطيع أن نتحدث أكثر عن هذا الموضوع، نشرح أكثر على الخارطة، يعني كيف يتحرك الجيش في تكريت، أهمية تكريت في حال الدخول إلى تكريت، ماذا يعني ذلك، وكيف ستمتد المعارك من تكريت إلى أين؟ قبل أن أذهب إلى الخريطة أود أن أشير أن ربما الحكومة العراقية أنها استأجرت طيارين محترفين على هذه الطائرات، ربما الروس قدموا طائرات مثل ما قدمت لمصر بحرب الاستنزاف عام 68 ل70 بحرب الاستنزاف. الاتحاد السوفيتي قدم طيارين وطائرات، ربما لا يوجد شيء رسمي. اما اذا كان الكلام دقيقا حول ان هذه الطائرات سوف تشترك في المعارك في الايام القريبه او الاسبوع المقبل، فهذا يعني ان هناك يعني طيارين روس قد جاءوا الى طيب على الخريطة نستطيع أن نفهم أكثر ما الذي يجري في تكريت اليوم وامتداد المعارك هناك. يعني لنبدأ بالجبهات كلها وننتهي بتكريت كونها جبهة كبيرة، جبهة صلاح الدين. جبهة الموصل هناك لا تزال اشتباكات بين البشمرجة والداعش على الحدود بين إربيل والمحافظة نينوى، وتحديدا في سهل نينوى. جبهة أحزمة بغداد، يعني لم يسجل شيء في منطقة أبو غريب والفلوجة اليوم. ما هي أحزمة بغداد ببداية؟ أحزمة بغداد هناك الحزام الغربي المؤلف من أبو غريب والفلوجة والكرمة،
والحزام الجنوبي المؤلف من وهو شمال محافظة بابل المؤلف من جرف الصخر وعرب الجبور. في الحزام الغربي لم يسجل شيء يذكر اليوم أو لم يعلن عن أي شيء يذكر، إنما في الجبهة الجنوبية جبهة شمال بابل هناك اشتباكات بين الجيش وداعش وأحباط هجوم لداعش أدى إلى مقتل 30 عنصرا من داعش على يد قوات الأمن العراقية. هناك جبهة وادي نهر ديالى سجل بعض الهجمات على بلدة بعقوبة. ثم نذهب إلى جبهة صلاح الدين وهي الجبهة الراهنة على محور عمليات نهر دجلة. في هذه الجبهة الجيش العراقي أمن الطريق من بغداد إلى سامراء، طبعا مرورا ببلد إلى سامراء وبعد سامراء بنحو 20 كيلومترا وتوقف هناك. اليوم الجيش العراقي هاجم تكريت وتجاوز العوجة واحتل العوجة وهجم تكريت من الجهة الشمالية. يبدو أن هناك مناورة بالقوات وهناك معارك طاحنة تجري في مدينة تكريت حاليا بين الجيش العراقي وبين داعش. على جبهة بيجي احتفظ الجيش العراقي بالمصفات من المتوقع أن تتركز العمليات حاليا على منطقة تكريت وهي يعني عاصمة محافظة صلاح الدين. وفي حال سيطرة القوات العراقية على تكريت تكون بدأت الطريق إلى الموصل، بدأ الطريق إلى الموصل وأنهاء الوضع. إذا وصلت طائرات السخوي فأنها ستغير موازين القوى في المعركة لصالح القوات العراقية وستقصف طائرات السخوي لأنها مجهزة بصواريخ وبقنابل موجهة بالليزر يعني ودقيقة الأهداف. ومن هنا كان قولي أنه يمكن أن يكون هناك طيارون لهم خبرة في الطيران عليها واستعمالها قد جاءوا مع هذه الطائرات، وإلا لماذا كان الرئيس المالكي قال أنها ستكون جاهزة خلال الأسبوع المقبل. فتغير مجرى المعركة وعندما تحتل القوات العراقية صلاح الدين يبقى الأمر محصورا بالموصل كون داعش فشلت في احتلال منطقة تل عفر وهي ثغرة كبيرة وهي أحد الفشلات التي عانت منها داعش. يعني داعش هناك يعني مواقع فشل لها عسكرية، تل عفر، مصفاب بيجي ومعسكر تاجي للجيش الذي يعني يحوي على مستودعات ضخمة للأسلحة للجيش العراقي وهو طبعا قريب من بغداد ولم يعني يشكل عليه أي خطر. إنما من يريد أن يقلب الأوضاع هو يجب عليه أن يسيطر على مصفاب بيجي ومخازن تاجي وأن يعني منطقة نينوى يحتل الأنبار نهائيا. نعم طيب سيادة العميد، يعني لماذا هذه الأماكن الثلاث مصفات بيجي وأيضا مخزن الأسلحة العراقي القريب من بغداد وأيضا في نينوى؟ نعم، أولا مصفات بيجي هي أكبر مصفات نفط في العراق. نعم. ويعني عملها ضخم جدا ويمون العراق كله بمشتقات النفطية والسيطرة عليها تسيطر على مشتقات النفط. ثم تاجي هي مخازن الجيش العراقي، هي طبعا بعيدة عن داعش لا تزال حتى الآن. نعم. وطبعا من المفترض أن تكون تحت حراسة شديدة جدا من قبل القوات العراقية، لكن هناك بعض الاشتباكات في الأنبار أيضا مثيرة للانتباه وهي موضوع الاشتباكات قرب بلدة الحديثة. نعم. الحديثة بلدة على نهر الفرات، يعني عندما يأتي نهر الفرات من سوريا إلى بو كمال ثم القائم يأتي إلى الحديثة يجري نحو الحديثة. في الحديثة هناك سد لنهر الفرات ومن يتحكم بالسد يستطيع أما إغراق المنطقة أو تجفيفها يعني عندك المنطقة الفلوجة الرمادي ثم المحمودية والديوانية وصولا إلى محيط الناصرية إلى شط العرب يتحكم بمستوى المياه من سد الحديثة وهذا أمر خطير جدا. لا يزال السد تحت سيطرة القوات العراقية وفي حال سيطرت عليه داعش أنا أعتقد أنها لن تتردد إما في إغراق أو في تجفيف المنطقة. نعم، وربما هي تسعى لذلك سيادة العميد. سنذهب إلى التقرير التالي حيث تتكثف الاتصالات والمشاورات داخل التحالف الوطني في العراق لتسمية رئيس الوزراء قبيل جلسة البرلمان المقبلة خاصة بعد طلب المرجعية الدينية الاتفاق على مرشح قبل الجلسة، ولكن يبدو أن هذا الاتفاق حتى الآن لم ينضج بعد. من حمرية والتفاصيل. مخاض الساعات الأخيرة قبل جلسة البرلمان يوم الثلاثاء المقبل يبدو عسيرا.
كل العيون شاخصة نحو التحالف الوطني علّه يعلن عن ولادة طال انتظارها. تسمية رئيس مجلس الوزراء لا تزال عقدة مستعصية على الحل. أسماء عدة طرحت على طاولة التحالف الذي يحاول اختيار شخصية تجمع عليها معظم الكتل السياسية العراقية، ويرجح البعض أن يتم الاختيار بالتفاهم مع ائتلاف دولة القانون إذا لم يتمسك برئيس الوزراء العراقي الحالي نوري المالكي. لا يمكن أن نطرح مرشحا لا يحظى بمقبولية الكتل أو القوى السياسية الأخرى، نطرح مرشح يجب أن يحظى بموافقة الكتل النيابية والسياسية الأخرى. وكان خصوم المالكي طالبوا التحالف بترشيح شخص توافقي يساعد على إخراج البلاد من أزماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية. نتيجة للسياسات الخاطئة والظالمة خلال المرحلتين حقبة الحكومتين الماضيتين، نحن أعلننا موقفنا بكل صراحة، سوف لن نكون جزءا من حكومة يرأسها السيد المالكي. داخل أروقة ائتلاف دولة القانون يبدو أن نوري المالكي هو المرشح الأقوى، حيث يعول كثيرون على الإنجازات الأمنية ضد تنظيم داعش لتحقيق هذا الهدف. لا يمكن اختيار غير على اعتبار الآن دولة القانون هي الكتلة النيابية الأكثر عددا، لا يمكن للآخرين أن يشكلوا أغلبية لأن دولة القانون قد شكلت الأغلبية. وفي ظل هذا الاختلاف يتحدث البعض عن مقترحات للخروج من الأزمة، منها مراقبة أداء رئيس الجمهورية من قبل التحالف الوطني وضرورة التفاهم على الرئاسات الثلاث في سلة واحدة. الاختلاف لا يقتصر على تسمية رئيس الوزراء فقط، بل على تسمية رئيسي الجمهورية والبرلمان أيضا، ولا يبدو حتى الآن أن بوادر التفاهم على الأسماء قد نضجت بعد، لذا يتوقع كثيرون أن تكون جلسة البرلمان المقبلة بروتوكولية إذا اكتمل نصابها. من الحمرية بغداد، الميادين. ومن بغداد ينضم إلينا مدير المركز الجمهوري للدراسات الأمنية الدكتور معتز محيي عبد الحميد. دكتور معتز، نسأل بداية عن جلسة البرلمان المقبلة نهار الثلاثاء المقبل، بحسب التقرير هل ستكون بروتوكولية؟ وإذا كانت كذلك يعني، وإذا لم تكن، هل سيكتمل النصاب؟ الحقيقة قبل أجابة على هذا السؤال هنالك بعض الأخطاء أصححها لزميلك اللي ضيفتيه في الاستديو. الحقيقة أولا مستودعات الجيش لا وجود لها في منطقة بيجي، موجودة في أطراف التاجي وأطراف لم يتحدث. نعم دكتور معتز، لم يتحدث عن مستودعات للجيش. نعم، في أطراف بيجي، تحدث عنها في أطراف بغداد. يا أختي. نعم تفضل. يا أختي خلنا أشرح لك الأمور. يعني كذلك هنالك قواعد عسكرية، قواعد جوية موجودة في مدن، ليس فقط مدينة بلد، وإنما قواعد موجودة في الحبانية، وقواعد موجودة في البصرة، وقواعد أخرى موجودة في ميسان، تستطيع الطائرات السيخوي أن تستخدمها بكل سهولة. هنالك طائرات سيخوي 23 كانت مستخدمة في السابق، أكثر من 40 طائرة لدى القوات العراقية في السابق واستخدمت في الحرب العراقية الإيرانية. هنالك طيارين متمرسين موجودين لحد الآن وزجوا بدورات على السيخوي وعلى سبقة السيخوي الموجودة مع جانب روسيا الاتحادية. كل هذه الأمور هي ليس غائبة عن ذهنية القيادة العسكرية وعلى قيادة القوة الجوية. يجب أن نضع الأمور في نصابها ونحدد أهداف القوة الجوية وأهداف الطيران الجيش من مروحيات، وكذلك الطيران المستعمل حاليا، طائرات بلا طيار وغيرها، طائرات الاستطلاع. كذلك هنالك امور في المواقع التي حددها ضيفك، الامور العسكريه التي في جرف الصخر، وكذلك في حزام ما يسمى بحزام حزام بغداد. هنالك حزام بغداد، هنالك مدن واقضيه وأرياف تابعة لأبو غريب. أبو غريب منطقة كبيرة جدا، قضاء كبير، يسكن حوالي 1.5 مليون نسمة عراقي، وهذا هو الحزام، بعيد جدا عن الأطراف اللي ذكرها، هو ملاصق لما يسمى بعامرة الفلوجة، وملاصق لجرف الصخر، وملاصق لمنطقة النخيب. وهذه المناطق دائما تشهد كرفر بين عمليات عسكرية مستمرة بين قوات داعش وكذلك قوات عمليات بغداد وعمليات بابل. هنالك اخفاق موجود
ضمن عمليات بابل باستمرار كان يبدل القائد العسكري، يعني ثلاث قيادات عسكرية بدلت منذ فترة شهرين لعدم تمكنها من حسم الأمور في جرف الصخر وحجم الأمور كذلك على القضاء على قوات داعش في هذه المنطقة. قبل ما اجابتك على سؤالك في موضوع دكتور معتز قبل ان تجيب عن السؤال بخصوص الشق السياسي، يبدو ان لدى سياده العميد الياس فرحات رد على ما تحدث عنه. لا يعني في الواقع السيد بن بغداد قال ما قلته تماما، ان احزمه بغداد عليها اشتباكات، وهو قال كذلك واضاف على ذلك ان هناك اخفاق في بابل، والمقصود على بابل يعني جرف الصخر والاشتباكات التي تجري. هذا نقول له. اما يعني هذا الحزام الغربي والحزام الجنوبي اعتقد انه تحدث عنه وتجري فيه اشتباكات حسب قوله. يعني في موضوع الطائرات، يعني اذا كان هناك طيارون عراقيون يتدربون على السخوي منذ سنه او سنتين فهذا شيء ممتاز، لكن حسب ما ظهر في الاعلام ان الصفقه كانت مفاجئه. حسب ما ظهر من الإعلام ومن السادة المسؤولين العراقيين أنها مفاجئة، وأن يعني أي مراقب عسكري سوف يفاجئ في أي قاعدة سوف يكون. لا أقول أن هناك مطارات، هناك مطارات كثيرة في العراق، لكن هل هذه المطارات بعد الغزو الأمريكي لا تزال مجهزة برادارات إنذار وبأجهزة مراقبة جوية؟ هذا ما هو أسأله. أما موضوع قاعدة بلد فقد قلت أن هناك اتفاقية بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية لتجهيز هذه القاعدة الأكثر والأقل، يعني هي ضمن الحبانية والبصرة وغيرها. طيب دكتور معتز، أعود إليك للسؤال عن الشق السياسي حول جلسة البرلمان المقبلة، ماذا تتوقعون منها؟ أيضا يعني السؤال الأهم، هل سيكتمل نصابها؟ اعتقد هنا لم يكمل النصاب بالحقيقه، هنالك انباء تؤكد على عدم اكمال النصاب، هنالك بعض البرلمانيين الذين انتخبوا في الفتره الاخيره لا يزالون خارج العراق لم يستطيعوا الوصول، هنالك كتل تدعي بانها لم تحضر البرلمان لعدم اتفاق على صيغه تشاوريه وعدم وجود صيغه الاتفاق على موضوع رئيس البرلمان وكذلك انتخاب رئيس الكتلة المناسبة ليحتل مكان رئيس الوزراء المقبل. كل هذه تؤكد أن يجب أن يكون هنالك مشاورات خلال يوم أمس واليوم مساء من خلال وجود رأي موحد تجاه إعطاء اسم مرشح تتقبل به كافة الأطراف وخاصة الأطراف الكردية والأطراف السنية وكذلك البيت الشيعي. هذه الأمور لا تزال دون حسم في الوقت الحاضر، يحتاج لها جلسة نقاش صريحة وجلسة نقاش تتفق عليها الأطراف الداخلية وكذلك تأثير الدول الإقليمية في موضوع الترشيح إلى رئاسة الوزراء المقبلة. نعم. طيب إذا دكتور معتز، لكن هناك كتل تتحدث عن أنها لن تشارك في الجلسة المقبلة، أيضا هناك اجتماع اليوم بعد الإفطار لكتلة متحدون، وبعد هذا الاجتماع سيصدر بيان تقرر فيه ماذا إذا كانت ستشارك في هذه الجلسة أم لا. هل لديك معلومات إضافية حول هذا الموضوع؟ هنالك متحدون اكدت انها مرشحه لرئاسه البرلمان والاستاذ اسامه النجيفي، وهذا الاستاذ اسامه مطروح منذ فتره ليس بالقليله بعد انتخابه مع مجموعه من المجاميع المتحدون موجودين في الانبار وكذلك في الموصل واطراف تكريت. كل هذه تؤكد ان هذا الموضوع لم يحسن كما ذكرت، هنالك اكثر من بيان يصدر او تصريح من عضو برلمان من هنا هناك يعطي فالصورة غير واضحة للحضور، ويعتبر موضوع الحضور من خلال وجود تكثيف للاجتماعات المقبلة، يعني هنالك أكثر من اجتماع بعد الساعات وفي أطراف وكذلك. إذن يبدو أن هناك مشكلة بالاتصال مع الدكتور معتز، بكل أحوال نحن سنعود إليه في سياق هذه التغطية. أيضا من أخبار ميدانية التي وصلتنا من العراق، تسلم الجيش العراقي 5 طائرات سوخوي روسية
روسية الصنع أيضا في إطار صفقة تتضمن 10 من هذه الطائرات وفق ما أفاد به مراسلنا. وقالت وزارة الدفاع العراقية أن دفعة المقاتلات الروسية من طراز سوخوي 25 التي يمكنها ضرب أهداف على الأرض سوف تدخل الخدمة خلال أيام قليلة. متحدث باسم وزارة الدفاع العراقية قال أن طائرات سوخوي سوف تغير من معادلة المعركة. نحن بأمس الحاجة إلى هذه الطائرات في هذا الوقت العصيب. هذه الطائرة إن شاء الله خلال الأيام القليلة، خلال 3-4 أيام القادمة سوف تدخل الخدمة الفعلية لمساندة القطعات ولقتال تنظيمات داعش الإرهابية. طيب سيادة العميد، يعني كنت تتحدث عن أنه ضرورة تجهيز الطيارين، أيضا ضرورة تجهيز المطارات، لكن هل من الممكن وفي إطار يعني هل من اتفاقيات بين روسيا والعراق أيضا تتحدث عن أنه تزويد أيضا يعني الطرف العراقي بطيارين إن كان هناك حاجة؟ لم يعلن حتى الآن أي اتفاقية. نعم، ليس هناك بين الحكومة العراقية وروسيا أو حكومات أخرى. الرئيس المالكي قال أنه كان عليه أن يعني يقيم اتفاقيات أخرى مع فرنسا وبريطانيا وروسيا، لكنه يبدو أنه لا يوجد اتفاقيات. نعم. يعني ذلك السؤال المطروح اليوم أن هذه الطائرات يعني ما هي أجهزة الإنذار والرادارات؟ هل هي موجودة؟ نحن نعلم أنه عام 1991 فرضت القوات الأمريكية منطقة نو فلاي زون، حظر جوي فوق كردستان العراق، ومنعت الطيران العراقي من الاقتراب، كما أنها دمرت جميع الطائرات العراقية والمطارات في تلك الحرب يعني، وأكملت على ما بقي منها عام 2003 في الغزو الأخير. يعني من هنا نشأت كيان كردستان، نشأ بحماية منطقة حظر جوي أمريكية، ولم ينشأ يعني قوة أرضية. الجيش العراقي قادر على اجتياح المحافظات الثلاث يعني. لذلك هناك يعني تساؤل أن بوجود الضربة الكبيرة التي تلقتها القوات الجوية العراقية عام 1991 والحصار الكبير والحظر الذي جرى على العراق في وقت كانت الولايات المتحدة مهيمنة تماما في العالم، و2003 يعني من أين نأتي برادارات إنذار؟ يعني هذا سؤال يطرح. يعني إذا كان جرى استباق الأمور وتدريب طيارين وشراء أجهزة إنذار وتركيبها فهذا شيء ممتاز، لكن أقول وأشدد أن المفاجأة في الإعلان عن الصفقة يطرح كثير من الأسئلة، الإجابة عليها تكون خلال الأسبوع المقبل لنرى ما إذا كانت هذه الطائرات سوف تشارك في العمليات، وإذا شاركت سوف تقلب موازين القوى كليا يعني. نعم، هل من الممكن، وتحدث بالفعل أحد الضباط في الجيش العراقي حول أن هذه الطائرات ستقلب موازين المعارك في العراق، لكن هل من الممكن أن يكون الهدف من وراء وصول هذه الطائرات إلى العراق هو استثمار سياسي، يعني استثمار روسي في العراق على حساب ربما تراجع الطرف الأمريكي عن تزويد العراق أو عن دعم العراق بالأسلحة؟ يعني سيدتي لم يصدر شيء عن روسيا. نعم، حتى الإعلام الروسي ينقل عن المالكي وعن وزارة الدفاع العراقية ولا ينقل شيئا عن وزارة الدفاع الروسية، وهذا أمر ملفت للنظر. حتى أن إحدى الباحثات الروسيات على شاشتكم الكريمة قالت أن لا صحة لأن بيلاروسيا سوف ترسل طائرات، يعني نفت الموضوع وقالت أن الأمر فيه مبالغة. يعني هناك مجموعة أسئلة تطرح حول الموضوع. يعني أنا أكرر، إذا استطاع العراقيون استخدام طائرات سوخوي فانهم حتما سوف ينهون ليس التمرد بل الازمه بكاملها، لان لا يجوز الاستهانه بالقوة الجويه المؤلفه من طائرات سوخوي وامكاناتها في غياب اي قوات دفاع جوي واي قوه جويه اخرى تجرؤ على مسانده داعش ان كان من تركيا او من غيرها. يعني لا يمكن ان يتدخل احد من اجل الدفاع عن داعش ضد الطيران العراقي باعتبار انها منظمه على لائحه الارهاب في الامم المتحده وفي جميع دول العالم. طيب سيادة العميد ابقى معنا، سنعود إلى ضيفنا في بغداد دكتور معتز محي عبد الحميد. دكتور معتز، كنت تتحدث عن أنه حتى الساعة ليس هناك اتفاق على أي من الأسماء المطروحة، أيضا ليس هناك اتفاق على أي من أسماء إن كان بخصوص رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب، وأيضا رئاسة الوزراء. طيب هذا الفراغ في كل هذه الرئاسيات أو رئاسات أو هذه الأماكن الشاغرة، هل من الممكن أن تقود إلى تأزيم الوضع أكثر في العراق وبالتالي سيطرة أكثر لداعش على الأرض؟ بالطبع
يزداد الوضع تأزما باختلاف السياسيين. يعني هنالك الملف الأمني متعلق بتعلق باتفاق السياسيين على مرحلة قادمة، وهذا هو ما يحدث حاليا من ارتباك في العملية الأمنية، حتى يعني انسحاب الجيش من المفاجئ من مدن عراقية مهمة جدا وبدون مبرر، وضعف الأداء، ضعف التأثير العامل السياسي على الأداء الأمني بصورة مباشرة منذ فترة أكثر من سنة كاملة على هذا الأداء. هنالك خلافات تؤثر على الواقع الأمني والواقع العسكري، وكما ذكرتي وذكر الأستاذ ضيفك هنالك تأثير كامل على الواقع العسكري وعلى واقع الأرض من خلال عدم قدرة الجيش العراقي على ممارسة دوره الفعال في كبح جماح داعش في مناطق مهمة استولى عليها مؤخرا. كان يطمح أن نجد بعض المنافذ في مواضيع من الساحل الأيسر لدجلة في الموصل، ولكن استولى على مدينة كبيرة جدا تعداد سكان أكثر من 1.5 مليون نسمة بسهولة، ويسر كذلك محافظة تكليد الواسعة الأطراف. كل هذا يدل أن الخلاف السياسي أثر على حتى صفقات السلاح، أثر على تزويد العراق بأسلحة حديثة من دروع وكذلك مدفعية وكتقنيات في التدريب الحديث لمكافحة الإرهاب، رغم هنالك قوات قد أرسلت إلى الخارج وتدربت تدريبا خاصا ونوعيا وشاركت حاليا في المعارك. نعم. وأثبتت جدارتها خاصة في عمليات سامراء وعملية تكريت تسمى قوات دلتا في الوقت الحاضر. هذه القوات قوات نوعية قد كما ذكرت دربت في الخارج العراق في مدارس كانت تدرس مادة الإرهاب ومادة العنف على الطبيعة، وتمارس في عمليات واقعية ضمن الواقع الذي وتضاريس التي تؤكد على حتمية بقاء الجندي ومكافحة العنف والإرهاب. نحن نحارب أشخاص ظلاميون، نحارب أشخاص أشباح وليس قيادات عسكرية متمركزة على ساتر من السواتر. ولهذا تختلف المعركة وصفحات المعركة بين مدينة ومدن أخرى وقرى وأرياف متنوعة التضاريس ومتنوعة الأجواء وكذلك المياه وغيرها. هذا هو الاختلاف الموجود حاليا على الساحة العسكرية وعلى الساحة السياسية. نعم. إذا دكتور معتز محيى عبد الحميد مدير المركز الجمهوري للدراسات الأمنية حدثنا من بغداد، شكرا لك. والآن من بغداد أيضا يعود وينضم إلينا مراسلنا عبد الله بدران. عبد الله، الطائرات الروسية الصنع السوخوي التي وصلت إلى بغداد قيل أنها ستدخل في إطار العمل الميداني وسوف يعني تشارك في العمليات إلى جانب الجيش العراقي على الأرض مباشرة فور دخولها. هل من معلومات حول تجهيز هذه الطائرات إن كان ربما بالمطارات أو حتى بالطيارين أو حتى مستوى الخبراء القادرين على التعامل مع مثل هذه الطائرات؟ نعم دينا، بطبيعة الحال القوات المسلحة العراقية منذ تأسيس الجيش العراقي بكل صنوفه ربما التجهيز والتدريب والعقيدة العسكرية كان بين المدرسة البريطانية والمدرسة الروسية، وبالتالي ليسوا جدد على التسليح الروسي بكل صنوفه. طائرات السوخوي كانت في العراق ربما كان النظام السابق قد اشترى منها الكثير بين فترة حكم يعني البعث بين عامي 2000. يبدو أن هناك عطل بالاتصال مع بغداد. سيادة العميد أعود إليك بالسؤال، كنت تتحدث عن أن القوات العراقية تحاول يعني الخريطة أمامنا على الشاشة يعني تحاول أن تحافظ أو ربما تنظف المنطقة من بغداد وصولا إلى الموصل. إلى أي مدى هي قادرة اليوم القوات العراقية على الخوض في مثل هذه المعركة، معركة دجلة؟ يمكن القول أن الصدمة قد تم استيعابها والانهيار انتهى، وبدأت منظومة القيادة والسيطرة بالعمل في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، وأن الهجوم قد بدأ على الأقل في منطقة العوجة وتكريت بعدما كان مبادرة الهجوم بيد داعش
وبينما كانت التصريحات من داعش تقول سندخل بغداد وسندخل النجف وكربلاء، اليوم لم نعد نسمع هذا الكلام. أصبح أهم داعش هو الحفاظ على وجودها في أحزمة بغداد التي تحدث عنها ضيفك من بغداد، وأيضا الدفاع عن تكريت، يعني انتقلت إلى الدفاع، ومجرد انتقالها للدفاع هي نقلة في مجرى الأحداث. لكن هل هناك إمكانية للحسم العسكري من الجيش العراقي؟ الموضوع بحاجة إلى طيران حالي، طيران نفاث يعني أجنحة ثابتة مثل السوخوي 15 التي جرى الحديث عنها. أكرر أنه في حال كان الكلام العراقي أنها ستستخدم خلال أيام قليلة صحيحا، فإننا سنشهد تغييرا كبيرا على الأرض. نعم. طيب سيادة العميد، إلى أي مدى ممكن أن يكون هناك تغير أو تبدل أو في طرح أو في هجوم داعش خصوصا في منطقة الأنبار؟ يعني هل من الممكن أن تستوعب داعش هذا التراجع في أدائها في الأنبار وبالتالي تتحرك هناك؟ يعني أعتقد أن من شارك داعش في الهجوم شارك على أساس أن هذا الهجوم هو صاعق وخاطف، ونجح فعلا في العملية الخاطفة في الإمساك بثلاث محافظات وقسم من محافظة ديالى. لكن من شارك لم يعتقد أن هذه المعركة ستكون طويلة، لأن في حال كانت طويلة هناك حسابات أخرى. هم كانوا يظنون أن داعش ستنتقل إلى بغداد وسوف تتغير السلطة وسوف يكون جزء من السلطة الجديدة. أما اليوم بعد أن القوات الحكومية العراقية صارت تقاتل في تكريت وتقاتل في جرف الصخر وتقاتل في طلعفر وتقاتل في معقوبة وديالة، يتغير الوضع. لا يمكن لهذه العشائر التي ناصرت داعش يعني تحت اعتقاد منها أن الموضوع سيكون سريعا أن تستمر إلى نفس طويل في العراق، لأن مصالحها كعشائر هي مع الحكومة العراقية. أخيرا إذا طال النزاع لا تستطيع أن تتحمل داعش، خصوصا أن لا أحد في الخارج يعني يستطيع أن يجهر بدعمه لداعش. يعني حتى يعني الحكومة التركية التي يعني لها دور أو آخر من الناحية الجغرافية بإيصال الآليات والأسلحة والعناصر من تركيا إلى داعش تقف مشدوهة وعاجزة عن اتخاذ أي قرار. يعني هناك منع في الإعلام التركي من الحديث عن أي 80 رهينة تركية في الموصل، ومع الأسف أن وسائل الإعلام العربية يعني تنفذ هذا المنع التركي. يعني نادرا ما نجد في وسائل الإعلام حديثا عن من هم هؤلاء الأتراك، حتى يعني يثيروا مشكلة فعلا. نعم. مشكلة داخل تركيا. طيب السؤال الأخير بخصوص هذه النقطة سيادة العميد، اليوم هناك أحاديث كثيرة عن أنه من ضمن الحلول المطروحة اليوم في العراق هو أن يكون هناك نظام كونفدرالي، يعني تقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم أو ثلاثة دويلات في الشمال في الوسط وفي الجنوب. بالنظر إلى هذه الأقاليم، هل من الممكن أن تقبل الدول الإقليمية ولا سيما تركيا التي ربما لديها نفس هذه التقسيمات إن كان على الصعيد الديموغرافي أو ربما على الصعيد الجغرافي، هل من الممكن أن ترضى بمثل هذه التقسيمات؟ سيدتي سواء كانت فيدرالية كما هو الوضع اليوم. نعم. أو كونفدرالية إذا كانت أوسع. يعني من يتحدث عن تشكيل إقليم سني من نينوى والأنبار وصلاح الدين، يعني لا أعتقد أن العرب السنة والعشائر يقبلون بأن يكونوا إقليما من العراق وهم جزء أساسي من العراق. يعني لا يمكن أن يقبلوا أن يشكلوا إقليما ممثلا للإقليم الكردي. يعني هناك الفيدرالية في العراق تتيح لأي محافظة بأن تأخذ مستحقاتها السنوية وكلها بالمليارات الدولارات. يعني هناك محافظات تأخذ 10 مليار دولار و5 مليار دولار للإنماء داخل المحافظة، لكن مع الأسف الفساد مستشري عند الجميع من كل الطوائف وكل لكن هل تتخوف مكونات. تركيا بالفعل من مثل هذه التقسيمات تركيا في العراق؟ تتخوف من أي أعلان دولي. نعم. تركي. أما فيدرالية والكونفدرالية لا مشكلة لتركيا طالما أن الموضوع لا يزال تحت المكون العراقي. لكن يجب أن ننتبه أن الحكومة العراقية عند أي وصول إلى حل فيدرالي أو كونفدرالي سوف تصر على أن الجيش هو الجيش فيدرالي. يعني لا يوجد بشمرقة بالصيغة الجديدة، هذه البشمرقة بدعة. بالفيدرالية الأمريكية فيها مثلا كاليفورنيا تعمل جيش لحالة، لا، الجيش والاف بي اي بتعمل بوليس، بتعمل إنماء، بتعمل ضرائب بالولاية، بتاخذ مخصصات من الحكومة الفيدرالية. أوكي، بس أنه يكون في جيش بشمرقة مستقل بذاته والأكثر من جيش، هناك علاقات خارجية أيضا تقوم بها إقليم كردستان العراقي. هذه في أي حال كان فيدرالي أو كونفدرالي لن يكون مسموحا بعد الآن مثل هذه الظاهرة.
نعم. إذا سيادة العميد الياس فرحات المحلل محلل الشؤون العسكرية في قناة الميادين، شكرا لك. أيضا نشكر مراسلنا من أطراف الموصل أربيل حازم كلاس، كما نشكر من بغداد مراسلنا عبد الله بدران. أيضا نشكر الدكتور معتز محي عبد الحميد، انقطع الاتصال أكثر من مرة وذلك بالنظر إلى أن عاصفة شمسية ضربت بغداد. نشكركم جميعا، نشكركم أيضا مشاهدينا على حسن المتابعة. السلام عليكم.